اكتشاف هو الاول من نوعه من تلسكوب جيمس ويب، سافر مسافة 1300 سنة ضوئية لسديم جميل وغريب في السماء اسمه سديم الثعبان سيربانس نيبولا. اكتشف جيمس ويب والاول مرة نفسات كبيرة للنجوم الوليدة اللي لسه بتتشكل بتتجه في اتجاه واحد في منظر بديع وغير مسبوق. خيوط كونية عملاقة من الغاز والغبار الكوني اللي بيشكل هناك المواد الأولية للكواكب الجديدة، واللي ممكن تكون بذرة لتشكيل حياة هناك بسبب وفرة المياه وغاز أول أكسيد الكربون. الكشف الجديد اللي بيتحدى فهمنا ونظرياتنا السابقة حوالين تشكل النجوم وولادتها. تعالوا نتعرف مع بعض النهاردة على الطرق اللي بتتشكل بيها النجوم، ونشوف ازاي بتحصل الأحداث الكونية العجيبة دي، واللي بتقول لنا اننا جزء من عالم غريب وكون مترامي الأطراف، واننا جزء صغير لا يذكر من هذا الكون الشاسع. اهلا بكم في اولى حلقات الموسم الجديد من انفوسفير الموسم الرابع. حابب اشكر دعمكم ليا خلال الموسم الثالث اللي كان من انجح المواسم هنا على القناه، وهنتكلم عن ده شويه قدام في نهايه الحلقه، بس تعالوا نشوف ايه الجديد في الكشف الجديد اللي عمله تلسكوب جيمس ويب. والنهارده هنناقش مع بعض رصد جديد لسديم الثعبان سيربانس نيبولا، وكشف غريب وعجيب لشيء اول مره نقدر نرصده ونشوفه بعدسات تلسكوب جيمس ويب القويه. اخبط اللايك الجميل وحضر مشروبك المفضل، وتعالى ننطلق في رحله شيقه وممتعه وجذابه مسافه 1300 سنه ضوئيه لسحابه كونيه غريبه وعجيبه، علشان نعرف ايه اللي بيحصل هناك في ادغال الكون من حوالينا. سديم الثعبان احد اكثر السحب الكونيه غرابه وغموض في الكون. سديم الثعبان هو سديم انعكاسي ريفليكشن نيبولا، يعني هو متوهج ومنور كده لانه بيعكس ضوء النجوم الموجوده جواه او النجوم اللي هي في الجوار وبتعكس اشعتها عليه وبتنوره. بيظهر في مقطع الفيديو المقرب اللي حضرتك شايفه دلوقتي اللي اصدره موقع تلسكوب هابل موقع سديم الثعبان في السماء، وزي ما انت شايف الصورة اللي اخدها المصور الفلكي الياباني الراحل اكيرا فوجي بيظهر فيها السديم، وبعدين بنبدأ نقرب شوية لغاية ما نوصل لصورة تلسكوب سبيتزر، واخيرا بنوصل لصورة تلسكوب جيمس ويب الاخيرة. علشان كده في صورة جيمس ويب الجديدة للسديم اللي هنتكلم عنها بعد شوية بنلاقي خيوط كونية ملونة جاية من انعكاس ضوء النجوم اللي عليه، وبالاخص النجوم الاولية اللي عمالة تتشكل في قلب السحابة الكونية. علشان بنلاحظ في بعض المناطق في الصورة سحب غبار برتقالية اللون، دليل قوي على مناطق تشكيل النجوم الوليدة. سديم الثعبان اللي بيبعد عننا 1300 سنة ضوئية، منطقة كبيرة لتشكل النجوم الشابة الوليدة، ومش نجوم صغيرة بس، إنما مشهور كمان بالنجوم الضخمة العملاقة. بنلاقي في سديم الثعبان تنوع كبير للعناصر الكيميائية اللي عرفناها من الألوان الجذابة للسديم، زي الهيدروجين والهيليوم والحديد والأكسجين وبالطبع الكربون. بنلاقي نشاط شديد في المنطقة ورياح وإشعاعات كبيرة بتسبب تآكل لأعمدة الخلق اللي ممكن تختفي وتتلاشى بعد ملايين السنين. وبالرغم من كده بيستمر السديم الجميل ده في صناعة النجوم الجديدة، وبالتالي هنلاقي في المستقبل صناعة جديدة لأعمدة خلق جديدة ودورة حياة جديدة. تلسكوب جيمس ويب ادانا صورة ورؤية مهمة على حاجات غريبة لأول مرة بيتم رصدها في سديم الثعبان. صورة بتوضح مناطق إطلاق النفاثات الغريبة والعجيبة من الغاز اللي بتندفع خارج النجوم حديثة الولادة، وبتتصدم بالغاز الكوني والغبار الكوني المنتشر في السديم. في طلب كبير على المراقبة بواسطة تلسكوب جيمس ويب، واخيرا حصلت مجموعه من العلماء من امريكا وتايوان والهند انهم ياخدوا وقت رصد من تلسكوب جيمس ويب علشان يوجهوا التلسكوب ناحيه سديم الثعبان، بس مش عشان يرصدوا اعمده الخلق اللي تم رصدها من التلسكوب السنه اللي فاتت، انما يدرسوا منطقه لطالما حيرت العلماء السنين اللي فاتت بسبب الاشياء الغريبه اللي بيتم اكتشافها هناك. الحاجه الغريبه اللي اكتشفها العلماء في التدفقات اللي المفروض بتنتشر كده في الفضاء في كل اتجاه، انها تدفقات بتتجه لناحيه واحده متوازيه. قوه تلسكوب جيمس ويب وعدساته اللي بتصور في نطاق الاشعه تحت الحمراء صورت المنطقه الشماليه من سديم الثعبان اللي مش بتكون مرئيه باي تلسكوب غير تلسكوب جيمس ويب. بيقول جويل جرين
من معهد علوم التلسكوب الفضائي في بالتيمور، ان جيمس ويب قدر يلتقط ويصور النجوم الشابة والتدفقات اللي بتطلع منها واللي كانت بتظهر قبل كده في تلسكوبات تانية على شكل نقط صغيرة او حتى مش بتظهر خالص في الاطوال الموجية الضوئية بسبب الغبار الكثيف المحيط بيها. الصورة اللي حضرتك شايفها قدامك دي والاسهم اللي فيها بتشير لخمسة من التدفقات النجمية الاولية وكلها بزاوية في نفس الاتجاه، ودي ظاهرة نجمية غريبة لأول مرة يرصدها العلماء. جدران حضانة كونية بترسمها النجوم الوليدة دي في نفسات متسقة من الغاز اللي بيمشي في الفضاء بسرعات عالية جدا. كانت المنطقة دي موطن لاكتشاف جسم غريب تاني، ظل الغفاش المرفرف فليبنج بات شادو، لنجم اسمه HBC 627، النجم اللي خد شهرة واسعة في سنة 2020 بسبب شكله العجيب والفريد، ظاهر بصورة أوضح وأدق في صورة جيمس ويب الجديدة زي ما حضرتك شايفها كده في منتصف الصورة. إزاي النجوم اللي انت شايفها في السماء بتتكون؟ طبعا ما تلاقيش نجوم جديدة بتظهر في السماء وتتولد إلا لما بتلاقي سحب كونية عظيمة. بيتجمع الغبار في سحب غازية ضخمة وبتنهار وتتكربس السحاب على نفسها علشان تكون لنا نجم جديد بفعل قوى الجاذبية والاحتكاك الشديد اللي بيحصل بين المواد والسخونة العالية اللي بتنور شعلة النجم في النهاية. وأثناء ما العملية دي بتحصل بيدور النجم الجديد اللي لسه بيتشكل بسرعات أكبر في القرص التراكمي المصنوع أو المخلوق من المواد ديت اللي بيتشكل حوالين قلب النجم أو نواته، وده بيوجه بعض المواد في النهاية للمركز، تمام زي الدوامة اللي بتحصل في فتحة المصارف في الشارع لما بيحصل مطر غزير. ومش كده وبس، إنما بتنشأ مجالات مغناطيسية كبيرة في القرص وبالتالي بتطلق المجالات دي بعض المواد اللي موجودة في القرص بعيدا عن المركز، نفاثتين عملاقتين بتطلق ناحية الفضاء. كشفت الملاحظات عن وجود ما لا يقل عن 20 نجم حديث في المنطقة دي بتنبعث من النجوم دي سحب الغاز اللي بتضرب برياحها العاتية المناطق المجاورة ليها. جذبت مجموعة واحدة من النجوم دي متكونة من 12 نجم شاب جذبت انتباه الفريق البحثي. لو بصيت كده معايا في صورة تلسكوب جيمس ويب الجديدة في أعلى الصورة كده ناحية الشمال هتلاقي خطوط حمراء عبارة عن موجات الصدمة اللي بتحصل في الغبار والغاز الكوني نتيجة تصادم النفاثات والتدفقات من النجوم اللي عمالة تتشكل، واللون الأحمر ده بيدل على وجود الهيدروجين الجزيئي وأول أكسيد الكربون. وكون إننا والأول مرة نشوف ده فده حصل بفضل قدرات تلسكوب جيمس ويب في رصد الحاجات اللي بين السحب الكونية وجواها واللي بتكون محجوبة في الضوء العادي. من المحتمل كمان ان ال 12 نجم دول يكونوا اتشكلوا في نفس الزمن مع بعضهم كده، وكمان من نفس الخيوط الكثيفة من الغاز المنتشرة في قلب السديم. المجال المغناطيسي القوي في المنطقة بيحدد اماكن للخيوط دي اللي بتتكون منها النجوم بعد كده. كمان ممكن يكون المجال المغناطيسي مسؤول عن توجيه النفسات دي باتجاه محدد برضو زي ما هو واضح كده في الصور، ومع مرور الزمن بتضعف التأثيرات دي وبتقل سرعات دوران النجوم الدوارة وبتتشتت النفسات دي وبتبقاش كلها متوازية وراحة ناحية مكان واحد. وده اللي بيفسر ليه أول مرة نشوف محاذاة ونفسات متجهة كلها في نفس الاتجاه وما شفناش ده قبل كده، لأننا أول مرة نلحظ ده في التشكيل المبكر جدا في النجوم الوليدة، وكل اللي شفناه قبل كده كان مراحل لاحقة هديت فيها الاضطرابات والتفاعلات الشديدة. طبعا مش أول مرة يرصد جيمس ويب النفسات ثنائية القطب والاتجاه، كلنا شفنا صور هيربيج هارو اللي واضح فيها الموضوع ده. من الحاجات المهمة والأساسية اللي بيهتم بيها علماء الفلك في دراسة الصدم هي ان ازاي المواد الكيميائية اللي بتتضاير وسط السحب الكونية بتفضل وتستمر في الوجود اثناء عمليات تكوين النجوم والكواكب. وعلشان تفهم اكتر الموضوع ده انا هنا بتكلم عن المية واول اكسيد الكربون، المواد المكتشف بصماتها هناك. المواد دي وفي عملية بتسمى التسامي، يعني التحول من مادة صلبة إلى مادة غازية مباشرة، زي التلج مثلا بدل ما يسيح ويبقى سائل لا بيتبخر كده مباشرة. أحيانا كده في الحر الشديد ممكن تفتح الفريزر بتاع التلاجة فتلاقي إن فيه بخار كده وإن التلج اللي فيه دوت انتقل مباشرة من الحالة الصلبة إلى الحالة الغازية فبيطلع زي البخار. أهو ده نفس الكلام اللي خاص بالمركبات اللي موجودة هناك، إنها بتنتقل من الحالة الصلبة
إلى الحالة الغازية مباشرة، فبتشكل لنا سحب كونية. أهو العلماء هيعملوا مقارنة بين النتائج اللي توصلوا ليها بالكميات الموجودة من أقراص الكواكب الأولية للنجوم الجديدة، علشان يشوفوا المركبات اللي اتبخرت دي وصنعت لنا السحب الكونية الملونة الجميلة. جواها بقى بيستخبى لغز الحياة في الكون. بيقول الباحث كلاوس بونتبيدان من مختبر الدفع النفاس لناسا اننا اتخلقنا من نفس المادة اللي جت من المادة المتطايرة دي. غالبية المياه اللي نشأت على كوكب الارض جت لما كانت الشمس نجم اولي وليد من مليارات السنين. ولما نبحث في المركبات المهمة دي في النجوم الاولية قبل ما تتشكل الاقراص الكوكبية، ممكن ده يساعدنا في فهم ازاي مجموعتنا الشمسية فريدة من نوعها، وفريدة طبعا بكوكبها جنة الكون كوكب الارض، الكوكب الوحيد اللي عليه حياة، وما اكتشفناش اي حياة تانية بعيدة في الكون غيره. الفريق البحثي اللي قاد البحث الجديد حوالين صور تلسكوب جيمس ويب لسديم الثعبان وبالاخص المنطقة الشمالية منه، هياخد ساعات عمل جديدة على تلسكوب جيمس ويب، ويستخدم مصدياف الأشعة تحت الحمراء القريبة نيرسبك علشان يستكشف التلسكوب كيمياء السحابة السديمية العجيبة دي، وعلشان نفهم إزاي المركبات الأساسية للحياة بتفضل عايشة ومستمرة في الوجود وسط كل الزخم والفوضى دي، وإزاي المركبات دي بتندمج في جسم الكواكب الجديدة الوليدة. هي دي الصورة الأولى اللي بياخدها تلسكوب جيمس ويب لحاضنات النجوم في سديم الثعبان. ومعلش طبعا انا بكمل معاكم في ظل انقطاع التيار الكهربي. ومعنى كده ان في صوره ثابته منتظرينها في المستقبل ان شاء الله لنفس المنطقه بتفاصيل تانية وتقنيات مختلفه، علشان نحلل التركيب الكيميائي للسديم بشكل غير مسبوق. وبس كده، دي كانت رحلتنا النهارده. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم. اضغط على زر الاعجاب اللي بيحفزنا واشترك بالقناه وتابع معنا كل جديد في اخبار علم الفلك والفضاء. وإن شاء الله لو قدرت أعمل حلقة خاصة عن الموسم الثالث الموسم اللي فات وأهم الحلقات اللي ناقشنا فيها أشياء حصرية لم تناقش من قبل في اليوتيوب العربي، اكتبوا لنا برضو في التعليقات. وقريب كمان هيكون عندنا مفاجآت جميلة جدا هتستفادوا بيها في القناة، سلسلة حلقات جديدة أعتقد إنها هتنال إعجابكم وشغفكم. تابع كمان معنا صفحة فيسبوك بننزل عليها باستمرار وحساب انستجرام برضو، ولو في اي اقتراحات حابين تقدموها اكتبوا لنا في التعليقات او ابعتوا لنا رسائل على صفحة الفيسبوك او انستجرام. وعلى وعد بلقاء جديد في انفوسفير غلاف معلوماتي، رحلة الحياة بين العلم والدين والخرافة. تحياتي محمد ثاني سليم، سلام عليكم، واسف اخر مرة برضو لانقطاع التيار الكهربائي.